يعني ده معناه ان انتوا بتركزوا على افكار معينه واصحاب شركات معينه داخل البرنامج من المتسابقين. بالضبط. المتسابقين بيقدموا افكار في كافه المجالات، لكن اكيد فيهم جزء له علاقه برضو بحاجات لها علاقه زراعيه. بتركزوا على ايه؟ ايه اللي انتوا مهتمين بيه في ما بين هذه الافكار؟ سؤال جميل جدا يا استاذ لميس. يعني احنا في ثلاثة تراكس اساسيه، ويعني اولهم اللي بنسميه الزراعه المحكمه او البريسيجن اجريكلتشر، وده بالذات في مجالات زي الري المحكم او الاستخدام المحكم للمبيدات. وده مجال يعني باختصار بيستخدم مجسات ذكيه لتحديد مقدار المياه والمبيدات اللي بيحتاجه كل صف زراعه، وبتوصل حتى لكل نبات محتاج قد ايه ميه. المجال الثاني اللي احنا مهتمين بيه جدا هو تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الحصاد الآلي، الإزالة الآلية للحشائش الضارة، والتنبؤ المسبق بالإنتاجية وأوقات الحصاد. وده بيمكن بشكل كبير جدا الفلاح من أداء عمله بسهولة كبيرة، وبيديله بيانات صحيحة يقدر ياخد عليها قرارات. المجال الثالث هو مجال التبريد المجتمعي المستدام أو Community Cold Hubs، وكذلك كافة المجالات اللي تقدر تقلل لنا الفاقد من الحصاد أو إعادة تدويره باستدامة. لأن زي ما طبعا حضرتك عارفة الفاقد من الحصاد أهميته زي أهمية الحصاد. ده فلوس وده فلوس طبعًا. وده أكل وده أكل. يعني أنتم مهتمين، لكن طبعا المجال مفتوح لأي ابتكار. يعني أنتم ابتكار ممكن يصب مباشرة. أنتم مهتمين بالري، بالحصاد، وتالت حاجة إيه يا أستاذ محسن؟ معلش، بالتبريد ما بعد الحصاد، يعني المحافظة على ما بعد الحصاد وتقليل الفاقد منه، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الحصاد وإزالة الحشائش، والزراعة المحكمة. دول انتوا مهتمين بهذه المجالات، لكن انا عارفة ان في حلقة جوه البروجرام هتكون powered by بنك الطعام. دول هتدوهم بقى جوائز مختلفة ولا هتعملوا ايه؟ احنا عايزين جوائز كتير كتير. بس احنا طبعا بنك الطعام اللي احنا هنعمله ان احنا هناخد بيد الشباب دول عشان نقدر نحط فعلا قيمة في حياة المزارعين الصغار اللي احنا مستهدفين ان احنا نخدمهم. فالدعم بتاعنا هيكون في شكل اللي بنطلق عليه في السوفت وير ديفلوبمنت ساند بوكسنج. يعني احنا هنوفر للشباب مساحه يقدروا ياخدوا البروتوتايبس بتاعتهم ويعملوا لها اول سكيل اب لخدمه الناس ولوضع قيمه في حياتهم. وهنعمل لهم نتوركينج كويس جدا مع اكاديميين ومتخصصين لتطوير النماذج، وبرضه فاين تيوننج لتطوير اطر العمل. يعني لو هقول باختصار شديد، احنا هنديهم اول فرصه حقيقيه ان هم يحطوا البروتوتايب ده بتاعهم ويكوميرشلايز ات ات سكيل. يعني اتمنى انه طبعا اولا انها تكون مسابقه ساخنه، وانا سعيده ان انتم موجودين معانا. عارفه ان انتم مهتمين بانواع معينه، ولكن بشركات معينه، ولكن اكيد في شركات تانية كمان هتكون مهمه. فالحقيقه ان احنا سعداء جدا بوجودكم معانا. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام. والحقيقه انه بنك الطعام هيكون شريك برنامج فرصة للمسؤولية الاجتماعية. هيكون لجنة، اللجنة دي هيكون معاها في كل حلقة مجموعة من النقاط هتديها لأكتر شركة من الشركات اللي بتساعد على جودة الحياة. وده يعني تفاصيله كلها هنقولها، يعني جودة الحياة بالذات، تشغيل الناس، دعم المرأة، تحسين البيئة، يعني في قضايا كده مهمة هم مهتمين بيها جدا في بنك الطعام. وأنا سعيدة بوجود بنك الطعام معانا. يعني كنتش فاهمة العلاقة قوي بين بنك الطعام وبين ستارت ابس، لكن واضح إن موضوع ستارت ابس والشركات الناشئة موجود في كل الشركات وموجود في كل المؤسسات عموماً.